بشوف كابتن جمال الغندور بيتكلم على الحالات التحكيميه والشكل التحكيمي، ونرجع لحضراتكم مع النجم كابتن احمد سامي. خليني ابدا اقول لك ان الموسم السنه دي موسم من اصعب المواسم اللي مرت على كره القدم المصريه. طبعا سببها تجربه بيراميدز بدخوله في المنافسه على الدرع مع الاهلي والزمالك. مع احترامي الشديد لكل الانديه المصريه، اسماء كبيره جدا، ولكن فكره المنافسه على البطوله او على الدرع كانت دايما خاصه في ال 20 سنه الاخرانيه محصوره بين الاهلي والزمالك فقط. الاهلي بطل الدوري ولا الزمالك بطل الدوري، ايا كان العدد والنسبه عشان ما ندخلش نفسنا في قصه مين اللي خد الدوري اكتر. كان كل نادي تلاقي تصريحات حتى المدير الفني او الاداره تقول لك احنا ان شاء الله السنه دي بننافس على الدخول للمربع الذهبي. بقيه الانديه لا، النهارده وجدنا نادي بينافس على عايز ينافس على الدرع، فده صعب الماموريه شويه، واصبح النهارده في منافسه اكتر. الشيء الثاني انه الكوره في مصر السنه دي، وانا شايف وملاحظ ده، انها بتتلعب بره الملعب اكتر من جوه الملعب. بتتلعب بره الملعب من تصريحات ناريه، رؤساء انديه، مديرين كوره، مديرين فنيين، اصبح مسؤولين، عشان برضو ما نعفيش المسؤولين من المشاركه في بعض المسؤولين عن كره القدم في كل تخصصاتها. فأصبحت المسألة خارج الملعب بتمثل ضغوط غير طبيعية على الحكام اللي هم مش ناقصين ضغوط أصلا. وبالتالي السنة دي كان في أخطاء كبيرة وكتير، خاصة في البداية. شفنا شيء تاني وموضوع تاني، وهو دخول تجربة الحكم الإضافي للسنة التانية وهي لسه ما زالت في بدايتها. أيضا دي سببت بعض اللغط، سببت بعض المشاكل، وشفنا اخطاء تسبب فيها الحكم الاضافي اللي هو جاي يساعد، فمساعدته كانت جايه سلبيه. مساعدته قلبت بعض المباريات واصبحت مؤثره في نتائج بعض المباريات وحتى للفرق الكبيره. وبالتالي هذا الموسم من المواسم الاستثنائيه في كل شيء، في الضغوط، في الاخطاء، في كثره الاخطاء، في اهتزاز مستوى معظم الحكام. أنا مش عايز أقول كلهم، المفروض أقول كلهم، لكن معظم الحكام، ومعظم دي بشكل كبير، بقى في تفاوت، بقاش في ثبات مستوى. بقت الحكام ولهم العذر إن هم يرتكبوا أخطاء، وهذه الأخطاء من سوء التوفيق ومن سوء حظهم إن تبقى مؤثرة في نهاية المباراة، أو إحنا بنعتبرها ومؤثرة حسب مصلحتنا وحسب مصلحة كل نادي. أنا بتمنى هذا الموسم يخلص على خير، لأنه فعلا موسم للنسيان، بالرغم حط تحت دي 3-4 خطوط، بالرغم أن هناك جهود مبذولة بشكل كبير جدا من القائمين على التحكيم، يتعبوا بيشتغلوا بيحاولوا، لكن هي الفكرة في أنه المناخ صعب والجو بقى صعب وبيتصعب كل يوم عن التاني. بتمنى أن شاء الله الموسم يخلص. وعلى فكرة الناس شايفة انه الموسم عدم استكماله الا بعد نهاية الأمم الأفريقية ده شيء سلبي، انا شايفه شيء ايجابي بالنسبة للحكام وبالنسبة لمستوى المنافسة، لانه هنا هيؤجل شوية وناخد راحة شوية من المباريات الصعبة والجو المشحون، وهيبقى فيه تهدئة، وبعد البطولة نبتدي من جديد، فتبتدي الناس وهي هادية شوية. التحكيم المصري بيمر بمنعطف انا شايف ان هو صعب، اتمنى لهم ان شاء الله ان هم يمروا منه على خير، وتنتهي المسابقه من غير ما نقول ان الحكام هم السبب في ان ده خد الدوري او هم السبب في ان ده ما خدش الدوري، وده متوقع. اتمنى تنتهي المسابقه على انه ما يتقالش في النهايه ان الحكام هم السبب في ان الفرقه دي نزلت، والحكام هم السبب ان الفرقه دي ما نزلتش، لان خلي بالك هذا العام سواء في الهبوط او في المربع الذهبي او في الدرع مش هينتهي الا في اخر صفاره. وانا بقول لك من دلوقتي وسجل كلمتي،
آخر أسبوع في الدوري هتلاقي الناس مستنية بالليل مين البطل ومين اللي هينزل. أنا بتوقع ده، وده بيزيد الأمور صعوبة. أتمنى إن شاء الله التوفيق للحكام، بتمنى التهدئة، بتمنى إنه المسؤولين عن الكرة سواء في الأندية أو في الاتحاد أو في اللجان أو حتى في الإعلام أو في المشجعين في الجماهير ياخدوا حبوب تهدئة شوية، يهدوا نفسهم شوية، عشان في النهاية صورتنا في الآخر هي اللي هتظهر للعالم.